بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سلوى محي الدين من قناة تفانين سلوى محي الدين. النهاردة من علب الحليب بتاعت الأطفال هنحاول نعمل فكرتين كده، منظم كده أو مقلمة أو تحط فيه الأدوات أو تحط فيه الأقلام المصادر الحاجات دي. دي علبة اللبن، وعندي قطعة من الخيش تلفها حواليها والزها بمسدس الشمع بالشكل ده، حاول اثبتها كويس. بعدين احاول اقص الزيادة من الخيش اللي من فوق، ومن تحت احاول ايه اقصها كده والزق الخيش تحت في العلبة من تحت. الشمع بيبقى سخن، بعد كده كل محضرة بردك اعود خافض اللسان الأبلة، الضفيرة دي او الضفيرة من الخيش ألزقها على حروف العلبة بالشكل ده. معلش سامحوني بقى التصوير. بعد كده حاول ألزق أعوض خفض اللسان حوالين العلبة بالشكل ده. بس لغاية ما لزقت الأعواد كلها حوالين العلبة ثبتهم كويس بمسدس الشمع. بعد كده عندي بقية ضفيرة الخيش حاول أعمل بيها ايه فيونكة حوالين العلبة بالشكل ده، وثبتها بمسدس الشمع. ألفها كده حوالين العلبة ومن الناحية التانية برضو. أسويها وأقص الزيادات. بعدين عندي خرز من الخشب، بنضف الشمع كويس والخرز وابتدي ألزقه بالشكل دوان. بالشكل ده بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة. ممكن بقى على طرف الضفيرة من ورا بردك خرزة بالشكل ده. ممكن احط فيها بقى ادوات، ممكن احط فيها اقلام مقصات كده، تستعمل كمنظم او اي حاجة لاي الادوات في البيت، او ورد او زهور او كده زرعية. يعني
ممكن ابطنها من جوه او ابطن الظهر من تحت من الخيش. بالشكل ده ودي اول علبة خرزة هنا. خرزة في الناحية التانية. بس بس بالشكل ده. بعد كده عندي علبة تانية بردك بطنها بالخيش، عملت لها بطانة من جوه، بعت ستين من طرحة قديمة كده، ثبتها عليها كده على الطرف من بره. ثبتها كده بالشكل ده على الخيش من بره، طرفها على طرف العلبة. دي حتة طرحة قديمة كده، استغلال اي حاجة موجودة في البيت. ممكن لو مش عندك خيش برضك تتبطن بقماش من بره قماش من جوه. دلوقتي دي بمقاس القاع بتاع العلبة، قطعة كرتون، حاول ابطنها برضو بالستان. بص الزيادات وحاول افها كده. قص الزيادات وثبتها في مسدس الشمع، وبعدين احطها في العلبة. يعتبر من لا شيء بنعمل شيء، يعني من طرحة قديمة او اي حتة قماش قديم او اي حاجة، علبة حليب او علبة سمنة بالشكل ده. وبردك هعمل نفس الدايرة التاني بس للعلبة من القاعدة بتاعتها من بره عشان الخيش ما ينسلش، وكنت اشتبه نضيف يعني بالشكل ده. دلوقتي ابتدي بقى ازين العلبة. عندي ورود من جورجي، كانت موجودة عندي قطعة من الورود دي فقلت اثبتها كده عليها بالشكل ده. ثبتها عليها بمسدس الشمع كويس
وبعدين عندي عقد لولي رفيع، ابتدي ازين بيه كده حوالين الستان اللي موجود على الخيش من فوق من اعلى العلبة كده بالشكل ده، امشي بالعقدة ثبته كويس بمسدس الشمع بالشكل ده. ومن تحت برضو بعقد اللولي، شدي شكل حلو. الشكل ده هحاول اظبطه والزقه كويس. عندي تاني العلبة فاضيين هنا، عندي وردتين جوبير كده برضك احطهم على الجناب. في وردة الجوبير بحط لوليات صغيرة، دي شكل حلو، هي شكلها احلى في يعني التصوير مش مبينها صح. ده جوبير بيتباع بالمتر كده عند جماعة اللي هما بيبيعوا الخردوات والكلف والحاجات دي، بس بسيطة خالص بأبسط الأشياء. يعني لو عندك وردة قديمة على فستان قديم أو أي حاجة برضه تنفع، زينية بالخرز تنفع. بس منتهى البساطة، حط عليها بقى لولية في وسط الوردة وبالشكل ده أكون خلصت المنظمة التانية أو العلبة التانية كده. بقى عندي علبتين للأدوات، ممكن يحط فيهم ورد، ممكن أحط فيهم الأدوات، ممكن أحط فيهم كل حاجة. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.